انا زينب من منطقه الدكه، جايه هنا باش نتعالج على السرطان. اللي كيسمع سميه السرطان كيجي السرطان بحال شي حاجه ثقيله. هي السرطان عادي بحال ضربك البرد، حيتاش الاعمار بيد الله، ماشي مرض هو اللي غيجي يقتلك. لا السرطان بالعكس، السرطان غير حياتي للافضل. انا ما كنتش بحال هكا، تبدلت بزاف مع السرطان، تبدلت بزاف، غير نور حياتي وعرفني على بزاف ديال الناس. الحمد لله انا كنت ديجا مريضه في 2013 عرفت راسي عندي الكونسير، وجاني في رجليا وقطعتها وبديت كندير في لي كونترول، ودابا عاوتاني رجعت ليا في الصدر، طلع ليا لصدري، دابا طلع ليا لصدري وعيطوا ليا عاوتاني باش دابا درت العمليه، حيدت هذوك لي تيمو اللي كانوا عندي في صدري، ودابا عيطوا ليا عاوتاني باش ندير لا شيميو. احساس روعه ولا في الاحلام. كنتمنى يبقاو يديروا ديما هكا، اي واحد عنده شي حاجه يجي مرحبا بهم، يجيو عندنا غير 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 بريوسهم، غير الابتسامه ديالهم كافيه، الابتسامه ديالهم غتعالجنا كافيه. فاطمه الزهراء العروسي من لي فان ديال فاطمه الزهراء العروسي، وسي هشام واخا مازال ما تصورش معايا، خاصني نمشي نصور معاه. تلاقيش مع الفنانه فاطمه الزهراء العروسي وسي هشام اللي من الفنانه اللي انا بعدا من لي فان ديالهم دابا، وكنشكرهم لهذا الوقت اللي عطاونا من وقتهم، حيت انت عارفه الحياه الفنانين كتكون مشغوله بزاف، وكنشكرهم اللي ما ردوش لينا في وجوهنا وعطاونا من وقتهم، وشكرا. كنجي من كنوجه المسؤولين يديروا على الاقل، يديروا لينا شي سبيطار تما، شي سبيطار. كنبغي في اي منطقه يكون سبيطار بحال هذا. علاش بلادنا ما تكونش بحال كو اي كاين دابا الناس راه بعاد، راه من الشمال كيجي حتى لهنا، من الجنوب كيجي حتى لهنا، من الحدود كيجي حتى لهنا. علاش كل منطقه على الاقل يكون فيها سبيطار بحال هذا؟ على الاقل مثلا الشمال يكون عنده مثلا سبيطار ديالو، الجنوب يكون عنده سبيطار ديالو، الوسط يكون عنده سبيطار ديالو، على الاقل. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.